أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار. بداية وبدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، يقوم وزير الشؤون الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين بداية من الغد، حيث ستكون له محادثات ثنائية مع مساهل، كما سيقوم بتدشين المقر الجديد لسفارة الدنمارك بالجزائر. ضيف الجزائر سيترأس مناصفة مع وزير الشؤون الخارجية منتدى رجال الأعمال الجزائري الدنماركي، وسيقوم بوضع حجر الأساس لإنشاء مصنع للأنسولين نوفونار ديسك بالبليدة. الزيارة تندرج في إطار مواصلة الحوار السياسي وإعادة بحث ديناميكية العلاقات الثنائية بين البلدين. بدعوة من وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، يقوم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم 3 أيام ابتداء من اليوم. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وكذا تطوير سبل التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. كما سيكون اللقاء فرصة لبحث العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في العديد من المجالات. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تحتضن الجزائر يومي 7 و8 مارس الجاري الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور وزراء داخلية الدول العربية ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، اتحاد المغرب العربي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويأتي قرار رئيس الجمهورية باحتضان الجزائر أشغال الدورة ليؤكد دور الجزائر الرائد في دعم التنسيق والتعاون العربي المشترك، لا سيما بخصوص القضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. الدورة تناقش عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ومشروع خطة أمنية عربية تاسعة ومشروع خطة إعلامية عربية سابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية. وعشية انعقاد اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، استقبل أمس وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، استقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان. اللقاء تناول جدول الأعمال وأهم الملفات التي سيتم التطرق إليها في أشغال الدورة. رفع الشكر والتقدير والامتنان من كافة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب إلى سيادة الرئيس على وضع هذه الدورة تحت سامي رعايته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام سيادته بالعمل العربي المشترك، وبالذات بالعمل الأمني، خاصة في ظل الظروف العربية الراهنة ووجود العديد من الإشكالات في المناطق العالم كله، والعالم العربي هو جزء منها ممن يعاني فيها. أيضا شكر وتقدير على ما لمسناه من استعدادات كبيرة وجهود لكافة الأجهزة المتدخلة في دولة الجزائر لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لنجاح هذا المؤتمر. أيضا مما يبشر بالخير في هذه الدورة هو أن بداياتها ناجحة، من خلال وجود تقريبا 20 دولة على مستوى وزير داخلية ورئيس وزراء حاضرين لهذه الدورة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على دور الجزائر نفسها التي جذبت واستطاعت أن تجذب كل هذا العدد من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب. نحن إن شاء الله تعالى في استقبالات
لهؤلاء يعني الحاضرين هذا المؤتمر، وإن شاء الله تعالى هي دورة ناجحة بكل المعايير، وشكرا. يقوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة عمل إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين. الزيارة سانحة للسيد الفريق لتقييم مدى تطبيق برامج التكوين بالأكاديمية وعقد لقاء توجيهي مع إطارات وطلبة هذه المؤسسة التكوينية المرموقة. انطلقت أمس بالجزائر فعالية الطبعة الثانية من ملتقى الجزائر لشركات الناشئة. الملتقى الذي حضره وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير العمل والتشغيل مراد زمالي وعدد من أعضاء الحكومة عرف مشاركة أزيد من 1700 خبير ومتعامل اقتصادي وأصحاب شركات ناشئة. وبالمناسبة أكد بدوي أنه سوف يتم ابتداء من السنة المقبلة فتح الأبواب أمام الشباب المبدع القادر على استحداث مؤسسات ناشئة على مستوى ولاية الوطن، وذلك بهدف تعميم تجربة ولاية الجزائر في مجال تطوير هذا النوع من المؤسسات. من جهته زمالي أكد أن الندوة تندرج في إطار مخطط عمل الحكومة والذي يهدف إلى دعم استثمارات الشباب التي تخلق الثروة ومناصب الشغل. هذا الحضور القوي للسيدات والسادة الوزراء يدل على أمر أساسي، وهو إيمان الحكومة وتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في ما تقومون به وما تحملونه من مشاريع، ومتأكدين بأن مستقبل اقتصاد الوطن، مستقبل الاستثمار الوطني هو أساسا في أفكاركم، في مشاريعكم، وفي ما تحملونه من مستقبل لهذا الوطن العزيز. فبهذه المناسبة أؤكد لكم وكما قلت بتعليمات من سيد رئيس الجمهورية مرافقتنا ومواكبتنا ووضع كل أسباب النجاح من إمكانيات من مرافقة لأن تكونوا في مستوى هذه الطموحات التي رسمتموها. ذلك أن مثل هذه المنتديات تمثل الفضاء الأمثل للقاء المثمر والاحتكاك والتعارف بين الشباب المقاولين وحاملي المشاريع وتبادل الآراء والتجارب فيما بينهم وتوفير فرص لإقامة شراكات ومشاريع متكاملة. يندرج تنظيم هذه الندوة بشكل كامل في إطار مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي يهدف إلى مواصلة دعم استثمارات الشباب التي تخلق الثروة وتحدث مناصب الشغل. في الشأن التربوي يعقد اليوم لقاء يجمع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريض مع ممثلي نقابة الكنابيست، وهذا بعد توقيف الإضراب واستئناف الدراسة. هذا وقد اتخذت الوزارة كل التدابير لمرافقة الأساتذة والتلاميذ لاستدراك الدروس، وأعطت تعليمات من أجل تسهيل عملية إعادة إدماج الأساتذة المعزولين. نظمت مساء أمس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ندى بقصر الثقافة مفدي زكريا حفلا تضامنيا لفائدة الأطفال ضحايا العنف والمشاكل العائلية. الحفل تخلله مونولوج يروي مأساة الأطفال بدون مأوى وعرض موسيقي للفنانة حياة زروق. ويندرج الحفل التضامني في إطار النشاطات الثقافية والترفيهية التي سطرتها شبكة للترفيه عن الأطفال المعوزين. حفل تضامني مع العائلات حول حقوق الأطفال، وخاصة الأطفال اللي يعيشوا وضعيات صعبة، المعنفين أو التي يتعرضوا لسوء المعاملة. ومن خلال برامجنا نقوم بتعبئة العائلات وكذلك الهيئات وبعض الشخصيات حتى يساهموا
في يعني تجسيد المشاريع اللي تمس حقوق الأطفال في المجتمع. ومن بين المشاريع اللي راح نقوم بتجسيدها في الميدان هو مأوى القلب، اللي هو مركز لاستقبال الأطفال. دوليا، وفي إيطاليا 46 مليون ناخب إيطالي مدعوون اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية غير محسومة النتائج. الانتخابات المزمع إجراؤها اليوم يتنافس عليها تحالف القوى اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني وشعبويو حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطي من يسار الوسط. وحسب قانون الانتخابات الجديد، فإن ثلث المقاعد في مجلس النواب ستنتخب وفق نظام الأغلبية، بينما ينتخب الثلثان الباقيان وفق التمثيل النسبي. في الملف الكوري، أعلنت كوريا الشمالية استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، غير أنها ترفض الشروط المسبقة التي وضعتها واشنطن على رأسها إبداء بيونغ يانغ الرغبة في التخلص من الأسلحة النووية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن هذا الرفض يأتي اتساقا مع مواقف بلاده المبدئية والتي تقوم على أساس الحوار وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والسلمية. في الرياضة، ولحساب الدور الربع النهائي لكأس الجزائر، انتزع أمس اتحاد بالعباس التأشيرة الثالثة للدور النصف النهائي لكأس الجزائر بعد فوزه على شبيبة الثورة بنتيجة هدفين مقابل هدف. وسيلعب اللقاء الرابع والأخير لهذه المنافسة يوم الثلاثاء المقبل بين شبيبة القبائل واتحاد البوليدة بملعب 5 جويلية بالعاصمة بقرار من لجنة تنظيم الكأس. وبالفعل في هذه الأثناء الحكم السيد عوينا يعلن على نهاية. بأخبار الرياضة نختم النشرة، شكرا على المتابعة والسلام عليكم.